ويلكم باك تو ماي يوتيوب تشانل. ويلكم لو اول مره تشوفني ولو اول مره تشوفني ما تنساش سبسكرايب واللايك الجميل. تخيل كده بعد 5 سنين دراسه في هندسه وكويزات على فاينل مش عارف ايه، ويجي واحد يسالك كده هو ايه الفرق ما بين التورك والبندنج مومنت والمومنت اوف كابل، مع ان هما الثلاثه نفس اليونت نفس القانون تقريبا، يعني اللي هو الفورس في المسافة. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن الـ 3 definitions دول، وحاول ان انا ابسطهم على قد ما اقدر. وغير كده كمان هتلاقوا في description اسفل الفيديو في مقالة فيها details اكتر عن الـ 3 definitions وبعض الصور اللي توضح الفرق ما بين الثلاثة دول. كمان هتلاقي في لينك اضافي في برضو شرح الناس تانية عن الـ 3 definitions دول والفرق اللي بينهم وكده. ان شاء الله في ال3 دقائق او ال4 دقائق اللي متبقين في الفيديو دي هنشرح ال3 definitions دول، ولو انت مهتم يا ريت تكمل معانا الفيديو. ويلا بينا. في البدايه هوضح ال3 definitions على القلم ده. تمام، القلم ده نتخيل ان هو الاوبجكت بتاعي او البرودكت بتاعي او اتفر ان هو مثلا بار، وابدا اعرضه للود مختلف. فامتى هقول ان الفورس دي هتعمل لي على الاوبجكت ده هتعمل بيندنج مومنت، وامتى اقول ان هي هتعمل لي تورك، وامتى اقول ان هي مومنت اوف كابل. تمام، هنتخيل ان ده بار، اوكي، وده متفكسد في حيطه في واتيفر ده انا مثبته فيه، يبقى السايد ده متفكسد، اوكي، والسايد ده فري. جيت هنا عملت ابلاي فورس، ايه اللي هيحصل للقلم ده او البار ده؟ هيبدا القلم ده في الانحناء لتحت، يبقى عامل كده. تمام، في الحاله دي الفورس دي عملت لي بيندنج مومنت، عملت انحناء للبار بتاعي. طب تتخيلوا معايا اخطر نقطه او الهازارد بوينت فين؟ بما ان البندنج مومنت القانون بتاعه الفورس اللي عامل بيها ابلاي في المسافه، فلو انا عايز اجيب البندنج مومنت هنا هتلاقي ان البندنج مومنت هنا اقل من هنا، هتلاقي ان الهازارد بوينت عند النقطه اللي انا عامل لها فيكس، وهي دي لو حصل فيلير هيحصل فيها، لان هي اللي عليها اللود كبير، عندها البندنج مومنت ماكسيمم او اكتر حاجه او اكبر قيمه هي عند الهازارد بوينت. وزي ما انتم شايفين من دلوقتي من الفري بادي دايجرام ان المومنت بيبدا يزيد 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 لحد ما يوصل للماكسيمم اللي هي عند النقطه الفيكسد او الهازارد بوينت زي ما بيسموه. ده بالنسبه للبندنج مومنت، ده فهمناه ان هي فورس بتعمل انحناء او بند للبار بتاعك. طب امتى اقول ان الفورس دي بتعمل تورك؟ هنتخيل نفس البار، تمام، او الشافت، والشافت ده متركب عليه جير عشان ينقل الحركه من مكان لمكان او ينقل تورك كوتيفر هو بينقل. الجير ده متثبت مع الشافت ده بفيزر زي ما احنا عارفين. مجرد ما الجير ده يبدا يلف هيخلي الشافت بتاعي يلف. الشافت ايه اللي خلاه يلف؟ اكيد فورس. طب الفورس دي بوزيشن بتاعها هيكون ايه؟ هيكون ملامس او بارل للسيرفيس بتاع البار، اهو كده، تمام، او كده وات ايفر هو بيلف كلوك وايز ولا كاونتر كلوك وايز. في الحاله دي الفورس دي مش بتعمل لي بيندنج، لا، هتعمل روتيشن للشافت. في حاله الروتيشن دي اسمي ان التورك ان البار بتاعي او الشافت بتاعي في حاله تورك، بدل بيعمل روتيشن حوالين الاكسيس بتاعه، الفورس بتاعتي بتخليه يعمل روتيشن حوالين الاكسيس، في الحاله دي الفورس بتعمل لي تورك. طب انا لو عايز اجيب قيمه التورك دي بكام؟ طبعا قيمه التورك بتساوي المسافه في الفورس، اشوف الفورس اللي انا عامل بيها ابلاي اللي بتعمل لي الروتيشن، تمام، مضروبه في المسافه، او المسافه من فين لفين. لو نتخيل ان الفورس دي ملامسه للسيرفس، فهتكون القوه دي في الراديوس بتاع الشافت زي ما انتم شايفين كده، القوه في الراديوس تديني التورك. بما ان الشافت بتاعي هنا الحركه من هنا لهنا، فهتكون التورك عليه ثابت فيكسد، التورك ثابت من هنا لحد ان من البدايه للنهايه، تمام، لان التورك قوه في مسافه والمسافه طبعا ثابته والمكان القوه اكيد ثابت. ده بالنسبه للتورك. نيجي لاخر حاجه اللي هي المومنت اوف كابل. امتى اقول على الجسم بتاعي في حاله مومنت اوف كابل؟ هنتخيل نفس البار بتاعي وجبت ابلاي تو فورسز، فورس الناحيه دي وفورس الناحيه دي، تمام، التو فورسز دول ذا سيم ماجنتيود، نفس القيمه بس ديفرنت دايركشن، الدايركشن بتاعهم مختلف، يعني فورس لتحت والثانيه لفوق،
بس بنخيل ان هما نفس القيمه، ايه اللي هيحصل للاوبجكت بتاعي او البار بتاعي؟ هيبدا يلف، هيلف حوالين ايه؟ حوالين بوينت بين التو فورس في النص، لان القوتين متساويين، فهتكون النقطه اللي هيلف حواليها في النص. ما بيلفش حوالين الاكسيز، لو لف حوالين الاكسيز هيبقى تورك، لكن هنا بيلف حوالين بوينت بين التو فورس. في الحاله دي اقول على ان البار بتاعي متعرض للمومنت اوف كابل، والمومنت اوف كابل بتاعي بيساوي الفورس منهم، واحده منهم في المسافه اللي بين اثنين، وطبعا هتكون مسافه عموديه بين المسافه العموديه بين التو فورس. ده ممكن نلاحظه اكتر في لما يكون عندي بعض الورش لما بيربط صواميل، في بعض المفاتيح زي ما احنا شايفين كده فيها هول في النص بتخش فيها المسمار او الصاموله، بيبدا الراجل يربط. في الحالة دي هو بيعرض المفك بتاعه للمومنت اوف كابل، لمومنت اوف كابل. في فرصة اهو، يد دي تحت كده والتانية عكسها، وهتلاقي ان النط بتاعتي او البولت بتاعي في النص. في الحالة دي هو بيلف حوالين نقطة في النص، يبقى دي حالة المومنت اوف كابل. ده بالنسبة للثري ديفينيشن. بما اننا اتكلمنا عن المومنت والتورك والكابل، نتكلم عن الاكليبريم. امتى بقى اقول على الاوبجكت بتاعي في حاله الاكيليبريم؟ تمام، اولا تعالى نعرف بس التايبس بتاعه الاكيليبريم. تعالى بس في الاول نعرف انواع الاكيليبريم. في دايناميك اكيليبريم وفي ستاتيك اكيليبريم. يعني زي ما احنا شايفين كده الراجل دلوقتي واقف على الارض، ده في حاله ستاتيك، يعني هو ثابت، الرياكشن جاي من الارض مساوي للود بتاعه او الويت بتاعه. في الحاله دي هو في حاله اكيليبريم، بس ستاتيك اكيليبريم. ايه الشروط بقى ان تخلي الراجل ده في حاله اكيليبريم ستاتيك اكيليبريم وات ايفر؟ يعني ان سميشن الفورسز بيساوي زيرو، الفورس اللي طالعه اللي هي الرياكشن بيساوي الويت، يبقى سميشن الفورس بيساوي زيرو ان دايركشن اكس واي وزد. تمام، سميشن التورك بيساوي زيرو، طبعا هنا مش متعرض لاي تورك فسميشن التورك بزيرو. نيجي بقى للدايناميك اكيليبريم. انت قول على الحاجه اللي ماشيه دي في حاله اكيليبريم. نتخيل السياره اللي احنا شايفينها دي ماشيه بسبيد معينه. اقول على السياره دي ماشيه او في حاله اكيليبريم لما تكون الاكسلريشن بزيرو، بس اكسلريشن انجولار اكسلريشن ونورمال اكسلريشن لازم يكونوا هما الاثنين بزيرو. في الحاله دي اقول على الجسم ده او الاوبجكت بتاعي ان هو في حاله دايناميك اكيليبريم، وبرضه تكون سميشن الفورسز بزيرو. زي ما احنا شايفين المقاومه بتاعت الهواء بتساوي القوه الناتجه عن الموتور بتاع العربيه، ده من ناحيه اكس. من ناحيه واي ان اللود بتاع العربيه بيساوي الرياكشن الناتج عنها. ما في بقى الفريكشن والكلام ده كله، فهتلاقي ان سميشن الفورسز بزيرو، سميشن التورك مفيش بزيرو. طب ليه التورك بزيرو مع ان هو ما ظهرش هنا في الديناميك ولا ظهر في الاستاتيك؟ متخيل حضرتك الباب اللي بتفتحه، الباب اللي بتفتحه كل يوم انت وداخل وانت وخارج، الباب ده هو مقفول مثلا، ده في حاله ستاتيك اكيليبرا، حاله ستاتيك هو ثابت. طب تمام، لما حضرتك تيجي بقى عشان تخش الاوضه، تمام، تدفع الباب لجوه، الباب ده انت عملت ابلاي فورس، الفورس دي عملت ايه؟ عملت تورك للسبورت بتاعه الباب، خليتها تلف حوالين نقطه في النص. تمام، النقطه دي في الحاله دي انت حولته من استاتيك بقى في حاله حركه، وبقيتش في حاله اكيليبرا. فلذلك عشان يبقى استاتيك اكيليبرا لازم يكون التورك بزيرو، يعني معنى ذلك ان لما الباب يفضل ثابت هو كده في حاله اكيليبرا، مجرد انت بتعمل له تورك واختل التوازن بتاعه. ده بالنسبه لكده، وبكده يبقى خلصنا فيديو النهارده. بس يا ريت قبل ما ننهي الفيديو، في مقوله شهيره كده بتقول جدا: اذا لم تفشل فلن تعمل بجد. يعني الانسان لازم يفشل ولازم يقع ويقوم عشان يوصل اللي هو عايزه، مش مجرد اول فشل في حاجه يبقى خلاص هو فقد الامل. لازم الثقه يا جماعه، الثقه بالنفس هي اساس كل النجاحات اللي ممكن تحصل عليها. اذا لم تثق بنفسك فلن يثق فيك احد. ثق في نفسك وثق في الله سبحانه وتعالى انك تقدر تعمل اي حاجه، بس انت اجتهد، ولكل مجتهد نصيب. وكده يبقى خلصنا فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش سبسكرايب واللايك، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.